اللي انتوا شايفينه ده قدامكم هي اغرب عملية دفن للموتى بتقوم بيها ديانة من الديانات، وهذه الديانة بتقوم بوضع الجثة امام مئات من النسور زي ما انتوا شايفين، وبتقوم النسور باكل الجثة بالكامل، ويطلق على هذه العملية عملية دفن الموتى في حوصلة الطيور. وفي النهاية مفيش غير اننا نقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام.